اتمنى ان احنا كلنا نحظى حظ الكابتن طه بصري، يعني علامه كبيره جدا في تاريخ الرياضه المصريه قبلناها، لكن بنقول له يعني الصبر والسوبان، وان شاء الله مسواه الجنه لانه كان صاحب خلق رفيع في طوال حياته. والله يرحمه ربنا يعوض على عين الزمالك حد بقيمه الكابتن طه بصري، ويعني مهما انا اقول مش هعرف اديله حقه، لان انا كنت عارفه معرفه شخصيه ولا الناس اللي مربياني. في حد زي طه بصري، لكن ده صعب في الاخلاق وفي الاحترام. ربنا يعني يصبر. طه بصري شخصيه جميله جدا وطيبه، ورمز مرموز لنادي الزمالك، شخصيه خلقه جدا محترمه. انا يمكن حصل لي الشرف ان انا اتمرنت ناس تحديده، بس انا اتعلمت معاه اكثر من كذا موقف. ده من الشخصيات الطيبه جدا والشخصيات المحترمه اللي الواحد يعني يقدرها ويحترمها. رمز مرموز للنادي، وانا شايف النهارده في يعني كل المجال الرياضي متواجد النهارده، ده بيدل ان هو كان محبوب في الوسط الرياضي، واتمنى ان ربنا يكرم ليه وان شاء الله تكون الصوت دي احسن. الناس اعتقد خدوا حب الناس، وده اهم شيء. ربنا يكرمهم في مسواهم الاخير. واقل حاجه عملناهم عشان اسمه رضا يتخلد صاله مغطاه باسم الكابتن يوسف وملعب باسم المرحوم طه بصري، عشان الناس تبدا بعد كده تسال مين هم دول، تعرفوا ان هم ناس مميزين جدا، اعطوا للنادي واعطوا لمصر اخلاقيات، فعشان كلهم قدوه بعد كده. صعب جدا، صعب جدا ان انا اقول اي حاجه، انما طبعا الكابتن طه ده كبير زي ما كنت بتكلم دلوقتي. احنا نفسنا نكرم بقى، والناس عايشه مش كل حاجه نكرم، والناس بعد ما توفى نتعلم بقى، والنجوم بتوعنا اللي كبروا في السن لازم نقرب منهم اكتر. طه بصري انا معايا من سنه 64، يعني انت يمكن ما كنتوش لسه جيت. طه بصري دخل نادي الزمالك من اول مره دخوله نادي الزمالك بقى في الفريق الاول. طه بصري محترم الى ابعد الحدود. طه بصري سمعه، سيره، رياضه، بصمه في كره القدم، في كل حاجه في المنتخب، في النادي، في كل الانديه اللي اشتغلها. ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى. كلنا واقفين في الطابور، ومش عارفين امتى معادي. جه معادي الكابتن طه، لكن كلنا بندعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يتمد له الجنه باذن الله، ويوسع مدخله باذن الله، واحنا كلنا ندعي له لانه يستاهل الدعاء ويستاهل التكريم دوت. ولسه انا بقول مع زمايلك ان التكريم ده مش عايزينه في الشاذليه، عايزين قبل ما نموت كده نتكرم في حتت كتيره. كان خلوق، ويعني انا في وجهه نظري كان محبوب من كل جماهير كرة القدم، كل اللعيبة. عمره ما كان في بينه وبين أي لعيب ضغينة. شخصية كانت قادرة تعمل توازن غريب جدا، لأنه هو إنسان من جوه قلبه أبيض، يعني ربنا يرحمه. ما أقدرش